السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، مع درس جديد من دروس اللغة العربية مع الأستاذ سيف محمد معلم اللغة العربية بمدارس رواد المستقبل للغات. طيب، درسنا النهاردة بعنوان الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده الأفعال اللي بتتعدى المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وقسمناهم إلى 3 أقسام. قلنا أفعال اليقين: علم، وجد، ورأى. الرؤية هنا طبعا هنا الرؤية القلبية، وأفعال الظن أو الرجحان أو الشك اللي هي ظن، حسب، زعم، قال. وأفعال التحويل قلنا جعل، وزودنا عليهم سيارة وحول. طيب تعالوا نشوف كده بعض الأمثلة حوالين الأفعال بتنصب مفعول ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ومعنى ليس أصلهما المبتدأ والخبر يعني المفعول الأول المفعول الثاني إذا خرجناهم من الجملة ما يكونوش جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. طب تعالوا نشوف المثال الأول، بيقول لي فكسونا العظام لحما. كسونا هنا الفعل الأول كسى، يبقى أول فعل من الأفعال تنصب مفعول ليس أصلهما المبتدأ والخبر الفعل كسى، والنا هي من الفاعلين، ضمير مبني في محل رفع فاعل، العظام مفعول به أول، ولحما مفعول به ثاني. أعطي الناس حقوقهم ثم طالب بحق. أعطي الفعل من الفعل أعطى فعل ماضي، هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والناس مفعول به أول، وحقوقهم مفعول به ثاني. منحت المجد مكافأة، منح الفعل، والتاء فاعل، المجد مفعول به أول، مكافأة مفعول به ثاني. طيب في الجملة اللي بعد كده، ألبس المهندسون ضفة النهر أنوارا مضيئة. ألبس الفعل، المهندسون فاعل، ضفة مفعول به أول، أنوارا مفعول به ثاني. سأل المؤمن ربه المغفرة. هنا سأل الفعل، المؤمن فاعل، ربه مفعول به أول، والمغفرة مفعول به ثاني. قال أبو بكر الصديق لما استخلف، أي جعل خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم على منع. فالفعل هنا منع، المفعول به الأول اللي هو ياء المتكلم، طب فين الفاعل؟ واو الايه؟ واو الجماعة. عقالا مفعول به ثاني. طيب، وهبت التلميذ جائزة. وهب الفعل، التلميذ مفعول به أول، وجائزة مفعول به ثاني، والتاء هنا هي تاء الفعل. طيب، ممكن نتذكر أو نستنتج من ذلك أن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، عندنا منح، أعطى، وهب، ألبس، كسى، منع، سأل. طيب، نطبق على المخطط التالي، يبقى عندنا الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر: كسى، ألبس، سأل، منح، منع، وهب، أعطى. تعالوا نشوف كده، نشوف نكمل الجدول ده. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية. الفعل عندنا ألبس، الفاعل لفظ الجلالة الله، المفعول به الأول اللي هو الضمير المتصل الكاف، المفعول به الثاني اللي هو ثوب. منع الربان السفينة الجنوح، الجنوح يعني الابتعاد عن الطريق. طيب الفعل منع، الفاعل الربان، المفعول الأول السفينة، المفعول الثاني الجنوح. أعطي العاملين أجرهم، أعطي العاملين أجرهم. هنا الفعل أعطي، الفاعل
ضمير مستتر تقديره أنت، العاملين المفعول به الأول، وأجراهما المفعول به الثاني. تكسو الرمال الصحراء ثوبا ذهبيا. هنا تكسو الفعل، الفاعل هو الرمال، المفعول الأول الصحراء، المفعول الثاني ثوبا. منحت المدرسة المتفوقين جوائز قيمة. الفعل منح، الفاعل المدرسة، المتفوقين مفعول به الأول، المفعول به الثاني كلمة جوائز. طيب يبقى ممكن ناخد مخطط للدرسين اللي احنا أخذناهم. عندنا الأفعال بتنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، اللي هي أفعال اليقين وأفعال الظن أو الربحان أو الشك، وأفعال التحويل. وإن أفعال اليقين اللي هو علم رأى وجد، أفعال الظن أو الشك أو الربحان هو زعم وحسب وخال وظن، وأفعال التحويل اللي هو جعل. والأفعال بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، عندنا منح وأعطى، وهب، ألبس، كسى، منع. كون أربع جمل فعلية من إنشاء وفق نوع الفعل بين القوسين مظهرا علامات الإعراب. طيب الفعل لازم، عظم الأمر، عظم الفعل، والفاعل هو الأمر، لا يوجد مفعول به هنا، يبقى إذن الفعل لازم. فعل متعدد لمفعول به واحد، شكر الرجل زميله. الفعل شكر، الرجل فاعل، زميله مفعول به فقط. طيب مفعول به واحد فقط في الجملة. الفعل متعدد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، علمت الأمر سهلا، علمت الأمر سهلا. هنا علم الفعل، التاء فاعل، الأمر مفعول به أول، وسهل مفعول به ثاني. طب الفعل متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نلاقي وهبت التلميذ جائزة. طب وهب الفعل، التاء فاعل، التلميذ مفعول به أول، وجائزة مفعول به ثاني. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إن حرف ناسخ، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. نسألك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، علما مفعول به ثاني، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نافعا نعت لعلما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منح المجدون شهادات تقدير. المجدون نائب فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لأن منح هنا فعل مبني للمجهول، لأن مرفوع علامة رفع الواو لأنه جامع مذكر سالم. شهادات مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وفي نهاية درسنا نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، وإلى لقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.